ويكون حر كريم وعايش في كرامة. كنا مش حاسين بقيمة والأمل موضة قديمة، بس في ثانية افتكرنا إن بلادنا دي عظيمة. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. انا كنت متأكد وقلت اللي هيحصل تغيير، وما كنت بقول ان التغيير حتمي وان التغيير هيجي على ايد الشعب المصري، انما ما كنتش اتصور الحين بسرعه دي وبالحماس وبالعدد الهائل للتشرذيون اللي نزلوا الشارع. فربنا كرمنا، انما النهارده انا زي ما بقول كان قدامنا حيطه من سد ما كناش شايفين قدامنا. السد ده شلناه بعد 25 يناير في شارع في مطبات، بس على الاقل شايفين قدامنا. فيعني الامل لا يقارن بالسنه اللي فاتت اللي قعدنا سوا. ايوه في مطبات، وفي مطبات لابد نتغلب عليها، انما باذن الله هنتغلب عليها. شايف الدنيا بشكل تاني، السما صافيه، سامع اغاني، واللي اتغير فيا هو طعم الحريه في لساني. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت
عضوة لجنة تسيير الأعمال في حزب الدستور ونائب مدير الأكاديمية المصرية للديمقراطية وكاتبة في جريدة مصر اليوم. الأستاذة إسراء عبد الفتاح لها تاريخ في الحركة الوطنية في مصر، كانت عضوة مؤسسة لحركة 6 أبريل، وقد اختارتها مجلة جلامر سيدة عام 2011 تقديرا لها لدورها القيادي في الثورة المصرية، ورشحت لجائزة السلام في عام 2011. سيداتي وسادتي، الأستاذة إسراء عبد الفتاح. Thank you. اولا انا بشكركم كلكم على حضوركم، وعارفه ان اكيد ناس جت من مسافات بعيده، وبشكر كل اللي قاموا على اليوم دوت. يمكن دكتوره سامي قامت بالواجب، بس انا يعني في سلسله ايميلات وتحضيرات كبيره ناس كتيرة قامت بيها، فبشكرهم جميعا على ان شاء الله اليوم ده باذن الله يكون ناجح. هبدا بس قبل ما اتكلم عن حزب الدستور، احنا بنرفع راسنا فوق عشان احنا اتولدنا مصريين، عشان احنا في شهاده ميلادنا احنا مصريين. هيحصل ايه في مصر او حصل ايه في مصر، احنا اللي بنعمله، واحنا اللي هنغيره، واحنا اللي هنحقق لمصر اللي بتحلم بيه. وتبر بقى الحاله في مصر ايه دلوقتي وايه دلوقتي ومش ايه دلوقتي، احنا همتننا لحد اخر يوم في عمرنا رافعين راسنا في مصر، عشان في يوم هنقول ان دي مصر اللي احنا بنفتخر بيها واحنا اللي حققناها بايدينا. هبدأ بإن يمكن هتكلم عن بداية إحنا إيه هم، إحنا حزب الدستور ده مين. يمكن أنا مكتوب في السلايد نحن مصريين نؤمن بأن مصر هي مهد الحضارة، بس الفكرة إن إحنا في حزب الدستور مجموعة من المصريين شايفين إن إحنا كنا بنهتف في الميدان نقول عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. شايفين إن إحنا مش هنعيش نهتف بس، عايزين نحقق. مش هقول ان حزب الدستور بس هو الحزب اللي بيمثل الثوره، ولكن هو الحزب اللي قرر انه يحول الحلم اللي موجود على البانر مع المحقق الحلم لحقيقه. عشان نحوله لحقيقه لازم نكون في السلطه، فعشان نكون في السلطه لازم ننافس عليها، وعشان ننافس عليها لازم نكون حزب سياسي. فدي الخطوات اللي احنا قررنا فيها ان هدفنا في الميدان عيش، حريه، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، هنحققه ازاي لكل المصريين بإيدينا. فعشان كده عملنا حزب الدستور. ممكن نتكلم هدف الحزب باختصار جدا. احنا بنهدف لبناء دولة مدنية مصرية حديثة بتقوم على الحكم الديمقراطي الرشيد، بتقوم على سيادة القانون، على احترام كرامة وحقوق المواطن. ان الدولة دي هي المسؤولة عن تنمية الاقتصاد، عن إدارة موارد البلاد، عن تنسيخ العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي. هي المسؤولة عن حماية الحدود والهوية المصرية الوسطية. هي المسؤولة عن إطلاق طاقات المجتمع اللي تخلي مصر في المكانة اللي احنا كلنا بنحلم بيها. يمكن من الهدف دوت هتخرج مبادئ الحزب. مبادئ الحزب هي نفسها موجودة في هدفنا، وبالمبادئ دي هنقدر نحقق الحزب، نحقق أهداف الحزب أو هدف الحزب. ما عدا نقطة واحدة هنتكلم فيها هي مش موجودة أو مش واضحة في الهدف، ولكن الحالة اللي احنا فيها دلوقتي بتجبرنا ان احنا نحطها من احد مبادئنا، وهي سلمية العمل السياسي. اول نقطة هي المواطنة والحكم الرشيد، ويمكن اتكلم ده موجود في الهدف. المواطنة ان احنا كلنا مصريين، الدولة لازم تتعامل معانا باننا جميعا مصريين لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، ومفيش اي نوع من انواع التمييز.